بسم الله عليك. والله أك 100% كلكم كلكم مرت عليكم السوالف دي. شوف بعيدا عن مواقف ما ودي أطري مواقف لأنها قد تسيء لأشخاص. تمام. أو بدون أسماء. لا لا على راحتك أبدا. لا لأن الأشخاص بيعرفون روحهم دايركت. تمام. أوكي. عرفت. فنكون بعيدا عن المواقف اللي أبي أقوله. إحنا دائما نجامل الناس على أنفسنا. يا سلام. للأسف. وتحصل واحد مكدر خاطر أو مزعل عمره عشان شنو؟ عشان غيره. ودائما إحنا نقول حتى يوم القيامة هو يوم القيامة تروح حق الأنبياء يقول لك نفسي نفسي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي. وهاي أنت تقول نفسي نفسي. فما بالك في الدنيا على كل شيء إحنا نقول إيه 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 إيه. وأنا شخص ترى أعاني من هاي الشيء لفترة بسيطة. تعلمت متى أعرف أقول لا. متى أقول لا. متى ما أتردد وأقول لا. أنا شخص وكل أشخاص بس في بعض الأشخاص ما يكون مثل ما قال عاطفي ما تحصل عاطفي. أنا شخص عاطفي وغالبا المشاكل ما تصير للأشخاص العاطفيين في كلمة لا. صح. لأنه يبدي غيره على نفسه. ففي الفترة الأخيرة أنا تعلمت متى أقول لا حتى لو كان على حساب غيري. أهنيك. عرفت خاطري أول شيء أرضي ما أجامل على مثل ما يقال على حساب نفسي في نفس الوقت ما أكون وقح. يا سلام. في كلمة لا. سلام. يعني بإمكانك أنك تقول لا بأسلوب جميل مو شرط أنك تقول كلمة لا. صح. تقدر تقول صعب الحين في المستقبل إن شاء الله بحاول بسوي لك. تحصلها أبسط من كلمة لا بأسلوب. لما يكون عندك الأسلوب هذا وتعرف أنت متى تستخدم هذا الأسلوب ومتى تصرفه وتوصل رسالتك اللي داخلك لهذا الشخص بأسلوب جميل تحس أنك مرتاح أنت وتريحه هو لا زعل ولا غيره. أما إذا قلت له لا بعض الأحيان تكون وقحة وهني إحنا بنعاني من مشكلة في هالكلمة. فأنت على أسلوبك تقدر يا تكسب اللي قدامك بنفيك له أو أنك والله تنهي علاقة بينك وبينه. سلام. الله يكرمك. أشكرك. الله يكرمك. طيب إذا الشخص هذا إذا أنت تقول لا هذه